بص يا ستي، هو من الطبيعي جدا ان الصحاب بيعرفوا عن بعض كل حاجه، يعني بيحب ياكل ايه، بيحب يشرب ايه، مين مطربه المفضل، لونه المفضل برضو. يعني انت عايز تفهمني انك تعرف عني كل حاجه؟ طب ما جربي كده. طب انا بحب اشرب ايه؟ بصي، اول ما بتيجي الشغل الصبح بتطلبي نسكافيه بلاك، تمام، وفي نص اليوم شاي بلبن، والاهم بقى من ده كله الشوكولاته اللي انت حاطاها في شنطتك وبتاكلها في السر زي الاطفال. طب بحب اسمع مين مغنيين؟ سميره سعيد طبعا. اي نعم بتحب تسمعي فيروز، بس سميره سعيد المفضله. يخرب بيتك، عرفت ازاي؟ طب افاجئك بقى، هقول لك دلوقتي انت ليه بتحبي سميره سعيد. ليه؟ عشان مفتريه. اقصد ان سميره سعيد شخصيه قويه ما بتحبش تبان ضعيفه. طب ولوني المفضل؟ جاي. ده انت شويه شويه هتعملي ملف وتحللي شخصيتي. امال ايه، وانا اي حد؟ والله جت معاك بالبركه.